فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قلنا في هذا الضابط وأتينا بالأدلة عليه، وهو إنما الصدقة في عين الشيء بعينه. المطلب الثالث موقف علماء المذهب من هذا الضابط. الضابط هذا جاء لبيان كيفية تعلق الزكاة بالمال، يعني المسألة وهي مسألة مهمة صراحة لها واقع في أثر في الواقع. الزكاة هل تجب في عين المال أو في ذمة المالك؟ الشافعي له قولان، أحدهما أنها تجب في ذمة المالك لا في عين المال، وهذا القول ليس الصحيح، ليس المعتمد. المعتمد الجديد هذا القول القديم، وهذا قول القديم. نعم، ووجد ذلك أن الزكاة لو وجبت في المال كان وكان المساكين فيه شركاء لم يكن لرب المال إبطال هذه الشركة والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم كسائر الشركاء في غير الزكاة. فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره دل على وجوبها في ذمته. والقول الثاني والمعتمد، القول الثاني والمعتمد أن الزكاة واجبة في عين المال لا في ذمة المالك، وهذا هو الصحيح، أن الزكاة واجبة في عين المال لا في ذمة المالك، وهذا هو الصحيح. ولذلك وهذا الجديد، ولذلك ترى أنه إذا تلف المال سقطت الزكاة، وهذا الرحمة بهم. ولذلك قال المصنف في الأم إنما الإمام الشافعي إنما الصدقة في عين الشيء بعينه وليست في ذمة المكلف رضي الله عنك يا أستاذ محمد. من أي البلاد أنت يا أستاذ محمد؟ من أي البلاد أنت؟ شرفنا بذلك. وأجاب الأصحاب عن توجيه القديم أن الزكاة لو وجبت في عين المال لما جاز الانتقال من العين إلى غيره، لأن الزكاة مبنية على المسامحة والإرفاق، فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها. وعلى القولين القديم والجديد خرج عن المذهب مسائل هذا الباب، غير أن بعضهم اقتصر في التخريج بذكر القولين والبعض الآخر فسر الكلام فيها وجعل الأقوال أربعة طبقا لذلك التفصيل. فلو كان مع رجل 40 من الغنم فلم يؤدي زكاتها حتى تحول عليها 3 أحوال، فما الواجب؟ قالوا إن قلنا إنها تجب في العين فعليه سنة واحدة، لأنه عندما يخرج 40 صارت أقل من 40 بواحد، فلا يكون عليه الزكاة. نعم، ولا شيء عليه في السنة الثانية والثالثة، لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض، فلا تجب الزكاة في الحول الثاني والثالث لأن الباقي دون النصاب. وقلنا وإن قلنا تجب في الذمة فعليه زكاة السنين الثلاثة لأن النصاب باقي على ملكه. زاد الماوردي وإمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين قولين آخرين، لأن الزكاة على القول القديم أنها واجبة في الذمة اختلف على العين مرتهن بها أم لا على وجهين، أحدهما لا تعلق لها بالعين في الوجوب، ولا تكون العين مرتهن بها، لأن العين لو كانت مرتهن بها ما جاز تصرفه في العين قبل أداء زكاتها، كما لا يجوز تصرفه في الرهن قبل فكاكه، لما جاء فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا تعلق للوجوب بها. والثاني وهو الأصح أن العين مرتهنة بها بما وجب في الذمة، كالعبد الجاني رقبته مرتهنة بجنايته وإن كان السيد أداء ذلك في غير من غير رقبته، فإن أخرج الزكاة من ماله وإلا أخذ الساعي ذلك من عين المال. وعلى القول الجديد أن الزكاة واجبة في عين المال، ففي كيفية وجوبها قولان، أحدهما وجوب استحقاق وملك، فيكون الفرض الواجب ملكا للمساكين هم فيه شركاء، لكن سمح رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره ونظير ذلك مال الغنيمة. والثاني وجوب مراعى لا وجوب استحقاق ونظير ذلك تعلق الجناية بثمن العبد وإثبات الخيار
لمالكه. وعلى هذا إن كان مع رجل 40 من الغنم ولم يؤدي زكاتها ثلاثة أحوال، فإن قيل أن الزكاة واجبة في العين وجوب استحقاق وملك، فعليه شاة واحدة للسنة الأولى ولا شاة عليه السنة الثانية ولا الثالثة. لما؟ لأنه لما أخذ من العين واحدة والوجوب وجوب استحقاق، نعم لا وجوب مراعاة، فقالوا إذن يبقى يقل عن النصاب بواحدة فلا يجب عليه في السنة الثانية شيء ولا في الثالثة شيء للنقصان عن النصاب. فإن قيل الزكاة واجبة في العين وجوبا مراعاة، يعني من المراعاة، نظرت فإن أخرج الزكاة من عين المال فعليه زكاة سنة واحدة، وإن أخرج من غيره فعليه زكاة السنين الثلاثة. لأنه هنا معناها أنه في هذا الوجوب أنه سومح لرب المال أن يعطي من غير العين، فإن أخرج من غير العين بقي النصاب على ما هو عليه، وإن أخرج من العين ما كان النصاب قد نقص عن معياره، فيكون بذلك ليس عليه إلا السنة الأولى. وبهذا يظهر أن ضابط الباب إنما الصدقة في عين الشيء بعينه، فالفقهاء لهم عناية كبيرة به، وهو يمثل القول المعتمد في المذهب، وعليه بنى مسائله في كتاب الأم. التمثيل على هذا الضابط المثل الأول مثلا طويل: إذا كان للرجل خمس من الإبل فحال عليها الحول أو أحوال وهي في يده ولم يؤدي زكاتها، فعليه فيها زكاة عام واحد، لأن الزكاة في أعيانها، وإن خرجت منها شات في السنة فلم يبقى له خمس تجب فيهن الزكاة. وكذلك إن كانت له 40 شات أو 30 بقرة أو 20 دينارا أو 100 درهم أخرج زكاتها لعام واحد، لأن زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان مغصب. ولو كانت إبله ستا فحال عليها ثلاث أحوال، وبعير منها يعني يسوي شاتين فأكثر أدى زكاتها لثلاث أحوال، لأن بعيرا منها إذا ذهب بشاتين أو أكثر كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة. وقول الإمام الشافعي فعل هذا الباب كله فيه الزكاة، هذا والأحب إلى الإمام الشافعي أن يؤدي زكاة المالك زكاة ما مضى من السنين، ولو كانت 40 شاة فحال عليها أحوال ولم تزد، فقال فأحب إلي أن يؤدي زكاتها لما مضى عليها من السنين، ولا يبين لي أن نجبره على ذلك، لا ليس إلزاما، إذا لم يكن له إلا 40 شاة فحالت عليه ثلاث أحوال أن يؤدي ثلاث شياه. هذا المستحب له أن يفعل ذلك. لا أطيل في التمثيل، وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها، لابد يجب أن يأخذ منها، لأنه الزكاة في عينها فيأخذ منها على حالها. ختاما: إذا كانت للرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها، أخذت منها الصدقة وكان ما بقي منها بعد الصدقة رهنا، وكذلك الإبل والغنم، لأنه هذا على التأصيل العام مخرج في حق الله أحق بالوفاء أو دين الله أحق بالوفاء. وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه المشية التي وجب فيها الزكاة كان فسخ البيع، لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه للفقراء، وهذا حق الله جل فعلها، فكان كمن راهن شيئا له وشيئا ليس له. وكذلك لو أخرج عنها الشات من غيرها كان البائع الخيار، وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له، فللبائع الخيار بكل حال، أن العقد الرهن كان رهنا لا يملك. الغرض المقصود بأن الخلاصة في هذا الباب أن الزكاة في عين المال لا في ذمة المالك، في عين المال، وهذا أيسر على عباد الله جل في علاه. وفيها العدل أيضا، أنه إذا تلف المال لا يطالب بالزكاة، حق الفقراء سقط مع تلف المال، أما كانت ذمتي فلا بد أن يكون فيها. رضي الله عنك يا محمد، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، ما عندي واتس وما عندي هاتف،
ما عندي واتس وما عندي هاتف، ممكن ترسل الرسالة للمشرفين وإن شاء الله نحن نجيبك على ما تريد بإذن الله تعالى. رضي الله عنك وأنت فوق رؤوسنا، لكن أرجو عفوك واستمحك عذرا، ما عندي لا هواتف ولا عندي شيء غير ذلك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أرجو أن تكوني في أحسن حال وأتم صحة آياتها الكريمة. نادر كيف أخبارك؟ رضي الله عنك يا أستاذ نادر، لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.